نشرة إخبارية مفصلة وفي عناوينها: أبو عبيدة يعلن قتل الاحتلال عددا من أسراه خلال مجزرة النصيرات، اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في رفح وحي الزيتون. حماس تؤكد أن ما جرى في النصيرات لن يغير من الفشل الاستراتيجي لتل أبيب، وواشنطن تنفي استخدام الرصيف البحري الأمريكي في العملية. تظاهرات ضخمة في تل أبيب تطالب بالمضي قدما نحو صفقة التبادل ووقف إطلاق النار، وتحذر من المقامرة بحياة المزيد من الأسرى في غزة. وفي جبهات الإسناد، المقاومة الإسلامية في لبنان تنفذ 11 عملية ضد مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده إسنادا لغزة. وهيئة بحرية بريطانية تتحدث عن إصابة سفينتي شحن قبالة عدن في اليمن. تظاهرات حاشدة في مدن وعواصم أوروبية وغربية تنديدا بالعدوان المستمر على غزة، أضخمها في باريس ولندن وأمام البيت الأبيض. أهلا بكم. بداية هذه النشرة من غزة، حيث تواصل المقاومة التصدي لقوات الاحتلال في محاور الاشتباك خصوصا في مدينة رفح وحي الزيتون، فيما جددت سرايا القدس قصف مستوطنات الغلاف برشقة صاروخية. وإلى ذلك تستمر المجازر الإسرائيلية في القطاع لليوم 47 بعد 200، حيث ارتقى 4 فلسطينيين وأصيب آخرون بعد استهداف الاحتلال شقة سكنية في حي الدرج وسط مدينة غزة. وفي مدينة رفح جنوب القطاع استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق الخربة ومصبح وعريبة وسط وشمال المدينة. ويأتي ذلك فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة مخيم النصيرات إلى 210، إضافة إلى أكثر من 400 مصاب. والآن ينضم إلينا مباشرة من غزة مراسل الميادين أكرم دلول. أهلا بك أكرم، أنت معنا مباشرة من خان يونس، تنقل لنا المشهدية منذ ساعات الصباح الأولى حتى هذه الساعة لو سمحت. يعني فتون حتى الآن الذي يجري يعني يتعلق بعدوان إسرائيلي واسع ما زال يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، لكن أحداث المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال في وسط قطاع غزة تحديدا في مخيم النصيرات ما زالت تلقي بظلالها على المشهد، على اعتبار أن أعداد الشهداء بين الساعة والأخرى ما زالت ترتفع. حتى الآن هناك يعني تأكيد لاستشهاد 210 من الفلسطينيين بحسب المكتب الإعلامي الحكومي، بالإضافة إلى إصابة قرابة 400. العدد الأكبر من هؤلاء المصابين يتعرضون إلى يعني خطر الموت بحسب المصادر الطبية، على اعتبار أن إمكانات علاجهم غير متوفرة، وأن المستشفى الوحيد الذي يمكن له أن يقدم لهم الخدمة العلاجية أو الإسعافية هو مستشفى شهداء الأقصى بالدرجة الأولى، وإن كان تم تحويل بعض الحالات الحرجة إلى مشفى ناصر على سبيل المثال حيث نتواجد، لكن يعني الأوضاع ما زالت يعني خطيرة جدا هنا في قطاع غزة في أعقاب هذه المجزرة الدموية التي ارتكبها الاحتلال، فقصف المنازل المأهولة بالسكان بالنازحين، قصف الأسواق، قصف المركبات المدنية، حتى سيارات الإسعاف، كل من كان يحاول أن يتحرك باتجاه مسرح الجريمة الإسرائيلية تم استهدافه. حتى الآن أيضا الإدانة الفصائلية ما زالت يعني تتصاعد إلى جانب إدانة كثير من المؤسسات والمنظمات الدولية العاملة هنا في قطاع غزة لهذه المجزرة الإسرائيلية المروعة التي ارتكبت في وضح النهار. الكل هنا يطالب بتشكيل لجان تحقيق دولية ومحاسبة إسرائيل، على اعتبار أن المجزرة الكبيرة التي يعني راح ضحيتها هذا العدد من الشهداء المدنيين ومعظمهم بالمناسبة نساء وأطفال، ما كان لها أن تكون لولا الغطاء الدولي وتحديدا الأمريكي والغربي، وأيضا ما يعتبره الفلسطينيون بالصمت العربي المباشر
مريب تجاه هذا العدوان، مع العلم أن المنطقة الوسطى من قطاع غزة ربما في الأسبوع الأخير شهدت أعنف وأصعب المجازر التي ارتكبها الاحتلال حتى بحق النازحين ممن لجأوا إلى مراكز إيواء في مدارس تتبع لوكالة الأونروا، وهي منظمة أممية يفترض أن تكون محمية بعرف القانون الدولي. هذا إذن ما يجري من تداعيات مستمرة لهذه المجزرة الكبيرة، مجزرة مخيم النصيرات. لكن بشكل عام القصف الإسرائيلي كما أشرت ما زال مستمرا على رفح التي تتعرض إلى عدوان بري إسرائيلي واسع النطاق، القصف من المدفعية والقصف من المقاتلات الحربية وأيضا من المسيرات التي تطلق النار حتى باتجاه المسعفين الذين يحاولون نقل إصابات وجرحى من أماكن أحداث مختلفة في رفح. كذلك القصف من البحر، الزوارق الحربية الإسرائيلية طوال الليل تقصف المنطقة الغربية من رفح، والحديث يدور في رفح فتون عن أعداد كبيرة من الشهداء، عن عائلات بأكملها. على سبيل المثال عائلة أبو عودة، هذه العائلة تسكن في منطقة عزبة رفح غرب المدينة، تم إبادتها أكثر من 20 شهيد حتى الآن، بالإضافة إلى عدد كبير من المفقودين. لا يمكن لسيارات الإسعاف أن تصل إلى هذه العائلة التي تسكن في هذه المنطقة. هذا فقط يعني نموذج مصغر للذي يجري من عدوان ومحرقة إنجاز التعبير، بعيدا عن أعين الإعلام، حيث أن إسرائيل تمنع وصول الإسعافات وكذلك الإعلاميين والصحفيين لتغطية هذا العدوان الهمجي على مدينة رفح. أيضا في مدينة خان يونس القصف المدفعي مستمر على شرق المدينة، المنطقة الوسطى يعني رغم المجزرة المروعة ما زالت تتعرض إلى غارات تستهدف منازل، وكذلك عمليات قصف مدفعي شرق البريج والمغازي وشمال النصيرات. أما في مدينة غزة فقد انتشرت الطواقم الطبية مع ساعات فجر هذا اليوم، 3 من الشهداء بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على إحدى الشقق السكنية في حي الدرج، وهناك قصف مدفعي مستمر على جنوب الزيتون وتل الهوى والشيخ أجلين، بالإضافة إلى القصف المدفعي المستمر بالمناسبة على شمال القطاع. هذا كله يأتي في غمرة مأساة كبيرة على الصعيد الإنساني في ظل مواصلة جيش الاحتلال إغلاق المعابر ومنع إدخال المعونات الطبية وكذلك الإنسانية والإغاثية الخاصة بحياة المواطنين. كل شكر لك أكرم دلول مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من خان يونس. أعلن المتحدث العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة مقتل عدد من أسرى الاحتلال في الوقت الذي تمكن فيه من استعادة بعضهم عبر ارتكاب مجازر مروعة. قال أبو عبيدة في رسالة عبر تطبيق تيليجرام إن ما نفذه العدو في منطقة النصيرات وسط القطاع هو جريمة حرب مركبة، مضيفا أن أول من تضرر بها هم أسراه. أبو عبيدة شدد على أن العملية ستشكل خطرا كبيرا على أسرى الاحتلال وأنه سيكون لها أثر سلبي في ظروفهم وحياتهم. قالت حركة حماس إن ما أعلنه جيش الاحتلال من تخليص عدد من أسراه في غزة بعد أكثر من 8 أشهر على عدوان استخدم فيه كل الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية وارتكب خلاله كل الجرائم لن يغير من فشله الاستراتيجي. حماس شددت على أن المقاومة ما زالت تحتفظ بالعدد الأكبر من الأسرى وهي قادرة على زيادة غلتها منهم، كما فعلت في عملية الأسرى التي نفذتها في مخيم جباليا. ولفتت إلى أن ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية حول مشاركة أمريكية في المجزرة المروعة بحق المدنيين في النصيرات يثبت مجددا دور الإدارة الأمريكية المتواطئ وكذب مواقفها المعلنة بشأن الوضع الإنساني. حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أكدت بدورها أن مشاركة الولايات المتحدة في المجزرة المروعة بمخيم النصيرات كشفت أن إدارة بايدن هي أكبر من مجرد شريك في الإبادة. وأوضحت الحركة في بيان أن ظن الاحتلال ومن ورائه الإدارة الأمريكية أن محرقة اليوم قد تغير من موقف المقاومة هو ظن خاطئ. كما دعت أحرار العالم وكل القوى الحية إلى أوسع تحرك للضغط على الإدارة الأمريكية. أكد عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد الإسلامي إحسان عطايا أن مجزرة مخيم النصيرات هي محاولة أمريكية لتحقيق أي إنجاز للكيان. وفي مقابلة على شاشة الميادين شدد على أن المقاومة ما زالت قوية ومستمرة ولا يمكن أن تتنازل عن شروطها. هذه الوحشية التي أدت إلى استشهاد هذا العدد
من الشهداء في مخيم النصيرات يؤكد على أن هذا المسار الدموي لن يوصل حتما إلى ما يريده، إلى تحقيق أهداف العدو أو إلى ما يريده الأمريكي. دعا مسؤول العلاقات العربية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد إلى رفع وتيرة التصدي للاحتلال وتعليق المفاوضات. وفي مقابلة على شاشة الميادين أشار فؤاد إلى أن المقاومة تعارض ما يسمى بالميناء العائم لأن الهدف منه استخباري. على ضوء هذه المذبحة المقاومة الأفضل أن تعلق المفاوضات في هذه اللحظة وأن تعلن الحداد على هذا، على هذه الخسائر وهؤلاء الأطفال الذين ذبحوا بطريقة بشعة بكل المعاني، وخاصة وأن هناك تكتيك متبع من قبل الولايات المتحدة والكيان الصهيوني لتمرير المذابح وفي نفس الوقت الكلام الذي لا قيمة له ولا معنى له ولا أرض مناسبة له من قبل الإدارة الأمريكية أو من قبل بعض الصهاينة. إلى ذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية إنه لم يتم استخدام مرافق الرصيف البحري ومعداته وأفراده وممتلكاته في العملية التي نفذها الجيش الإسرائيلي لاستعادة الأسرى من غزة. كانت قناة سي بي أس نيوز الأمريكية قد نقلت عمن وصفته بالمسؤول الأمريكي إقراره باستخدام الجزء الجنوبي من الرصيف البحري الأمريكي في غزة لإعادة الأسرى الإسرائيليين الذين جرى سحبهم من النصيرات. كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول أمريكي تقديم مساعدة استخبارية ولوجستية أمريكية إلى الجيش الإسرائيلي. مجزرة في النصيرات بعد هجوم إسرائيلي كاسح على الأمم المتحدة بعد إدراج جيش الاحتلال في قائمة العار للمرة الأولى. فمن يفهم لغة المجازر سوى مرتكبها؟ جراسيا بيطار. مجزرة يا الله، الناس مقطعة. الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم لأنه يقتل الأطفال، هذا ما يروجه المسؤولون الإسرائيليون وتريد إسرائيل إقناع العالم به. إنها المرة الأولى التي يدرج فيها جيش الاحتلال في القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال من قبل الأمم المتحدة. لم تعتد إسرائيل على هذا النوع من الصفعات، ولكن هل تأثرت؟ على العكس، تمسكت أكثر بلغة المجازر خاصتها وأطلقت مسؤوليها للدفاع وقواتها في النصيرات وكل غزة للتجزير. في النصيرات برهنت للعالم كيف أن جيشها يوزع أخلاقيات بدماء الأطفال والنساء والأبرياء والعزل. هو استعدادها الإرهابي لتلقف قائمة العار التي ستنشر الأسبوع المقبل كجزء من تقرير يوزع على أعضاء مجلس الأمن. إسرائيل مرعوبة من تداعيات مثل هذا القرار على صورتها الكاذبة وساميتها المشوهة وتاريخها المزور وتجارتها وأسلحتها ومستقبل مشروعها الإجرامي. فماذا يعني ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية عن أن تل أبيب تدرس اتخاذ إجراءات أخرى للرد على قرار المنظمة الأممية من بينها قطع العلاقات مع الأمين العام للأمم المتحدة؟ كيف ستتعاطى بقية دول العالم التي تنظر إلى إسرائيل دولة مع كيان يلوح بقطع علاقاته مع الممثل الأول لأكبر منظمة دولية بعد الحرب العالمية الثانية؟ هل ستواجه هذه الدول خطاباً إسرائيلياً يحرض على قلب المعادلة كدعوة إيتامار بن كفير إلى فرض عقوبات على موظفي الأمم المتحدة في إطار الرد على القرار الخطير على حد الوصف الإسرائيلي؟ المفارقة أنه ليس الامتحان الأول للمجتمع الدولي حول الجنون الإسرائيلي. فماذا فعل هذا المجتمع حيال ضرب إسرائيل بعرض الحائط قرارات مجلس الأمن القديمة والجديدة حيال سلسلة جرائمه الأمس واليوم؟ ماذا فعل حيال ازدرائها لقرارات محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية وتوصيات منظمات حقوق الإنسان وأطباء بلا حدود وغيرها وغيرها؟ هل حرك ساكنا مثلا حيال الاتهام الأجوف من إسرائيل لمنظمة الأونروا بأنها إرهابية؟
المؤكد أن إسرائيل تستخدم لغة لا تحتمل التفاوض هي لغة المجازر، ومرتكبها لا يرى في الصورة أحدا سواه. غراسيا بيتار، الميادين. لا مجزرة في النصيرات، بل هي عملية إسرائيلية ناجحة، هكذا تراها الولايات المتحدة ومعها فرنسا. تقرير حبيب عز الدين. رغم المجزرة المروعة وسقوط أكثر من 200 مدني شهيد، اسم النصيرات في باريس لم يقترن إلا بعملية إسرائيلية ناجحة من خلالها استعيد 4 أسرى. يتلخص ذلك عن الموقف المشترك للرئيسين الأمريكي جو بايدن والفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر صحفي من باريس ضمن زيارة يقوم بها بايدن، فالطرفان رحبا بالعملية وتخطيا كارثة المذبحة وكأنها لم تكن، فبايدن تعهد بمواصلة العمل لإطلاق باقي الأسرى وكأنه ضوء أخضر لإسرائيل باستمرار العدوان وارتكاب الجرائم. أريد أن أكرر تعليقات الرئيس ماكرون التي رحبت بالإنقاذ الآمن للرهائن 4 الذين أعيدوا إلى أسرهم في إسرائيل. لن نتوقف عن العمل حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ويتم التوصل إلى وقف إطلاق النار، وهذا أمر ضروري لتحقيق ذلك. أما ماكرون فابتعد عن المشهد بالحديث عن إيران والتصميم على التصدي لها، ومعرجا إلى مختلف الجبهات ولا سيما لبنان، مشددا على ضرورة خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله. فرنسا والولايات المتحدة ستضاعفان جهودهما لتجنب انفجار الوضع في الشرق الأوسط ولا سيما في لبنان، ويجب خفض التوتر بين إسرائيل وحزب الله. العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة يجب أن تتوقف، ويجب أن يلعب مجلس الأمن الدولي دورا في ذلك. نريد أن نرى حلولا للأزمات في السودان والكونغو وسائر مناطق النزاع في أفريقيا، ونسعى إلى التوصل إلى نظام دولي عادل. استضافة ماكرون نظيره بايدن في باريس تزامنا مع إحياء ذكرى إنزال النورماندي تحمل دلائل تصب على نحو خاص في ملف الحرب في أوكرانيا. وفي هذا الإطار واصل بايدن سياسة دفع الأوروبيين إلى التورط أكثر في دعم أوكرانيا، محذرا من أن الرئيس الروسي لن يكتفي بإخضاع كييف بل سيجعل كل أوروبا مهددة. وكان بايدن قد التقى في باريس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلانسكي معتذرا إليه من تأخر الكونغرس في الموافقة على حزبة المساعدات، وخلال كلمة ألقاها عند المقبرة الأمريكية في النورماندي دعا بايدن القوى الغربية إلى مواصلة المسار مع أوكرانيا. حبيب عز الدين، الميادين. في التصريحات الأمريكية التي أظهرت التبني الكامل للعدوان الإسرائيلي على النصيرات، قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لن تهدأ حتى يعاد كل الأسرى الإسرائيليين. وفي بيان أشار بلينكن إلى أن المقترح الذي طرحه بايدن من شأنه أن يجلب الإغاثة إلى كل من سكان غزة والرهائن المتبقين وعائلاتهم. زعم بلينكن أن حماس تقف في طريق تحقيق وقف إطلاق النار داعيا إياها إلى قبول الصفقة. طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الوزير بني غانتس بعدم الاستقالة من حكومة الحرب، معتبرا أن اليوم هو وقت الوحدة وليس الانقسام. كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن وزير حكومة الحرب بني غانتس أبلغ مسبقا بعملية النصيرات لكنه لم يلغي استقالته إلا بعد انتهائها. كما أن غانتس عزم على إجراء تقييما جديدا للوضع السياسي. شهدت تل أبيب تظاهرة ضخمة داعمة لأهالي الأسرى الذين يدعون إلى المضي قدما نحو صفقة التبادل ووقف إطلاق النار. شارك في التظاهرة عدد كبير من المعارضين لتوجه حكومة الحرب مطالبين بالتوصل فورا إلى صفقة لاستعادة الأسرى، مؤكدين سعيهم لإسقاط الحكومة بسبب استمرار الحرب التي فشلت في تحقيق الأهداف المعلنة. إلى ذلك قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تصريح بنيامين نتنياهو حول استعادة الأسرى أثار اشمئزاز العائلات في ظل تصاعد الخشية من عواقب عملية كهذه عليهم.
جملة نتنياهو هذه أثارت اشمئزاز العائلات. يمكن القول إنه يوم معقد بالنسبة إلى عائلات الأسرى، فإلى جانب السعادة الكبيرة، وخصوصا أنه ليس جميع الأسرى موجودين في الأنفاق، بل هناك أسرى محتجزون في منازل ويبدو وضعهم الجسدي جيدا. هنا أيضا الخشية من عواقب عملية كهذه على أقاربهم وما الذي سيحصل بمصيرهم. هناك عدد من عائلات المخطوفين توسلوا في رسالة هذا المساء لرئيس الحكومة بالدفع نحو صفقة. وكان مراسل الميادين قد أعد تقريرا قبل المجزرة عما يعانيه مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة، حيث نقلت إليه جثامين عشرات الشهداء. هذا المستشفى وهو الوحيد الذي يعمل في وسط القطاع يعاني من اكتظاظ بالجرحى والمصابين، ما ينذر بوضع خطير في ظل القدرة المحدودة وندرة اللوازم الطبية. حالة اكتظاظ غير مسبوقة يشهدها مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، ولا سيما في ظل استمرار المجازر والعدوان الإسرائيلي على هذه المنطقة. كما تشاهدون فإن الجرحى والمرضى يتواجدون في باحات المستشفى وممراته بما فيهم الجرحى. وزارة الصحة وكذلك إدارة المستشفى تتحدث عن انعدام القدرة السريرية داخل مستشفى شهداء الأقصى بفعل الأعداد الكبيرة التي تصل من الشهداء والجرحى إلى هذا المكان، حتى أن الوزارة قالت بأنه لم تعد لديها هناك قدرة على استقبال الأعداد الكبيرة من هؤلاء الشهداء والجرحى. الأطفال لا تتوفر حتى لديهم أسرة كافية من أجل وضعهم عليها، وهو ينسلخ على المزيد من الشهداء أو المزيد من الجرحى في هذا الجرحى والمرضى في هذا المستشفى. وباتت أرضيات المستشفيات هي الملاذ الوحيد للمئات والعشرات من الجرحى الذين يصابون في عمليات القصف الإسرائيلي. يصل يوميا إلينا أعداد بالعشرات من الشهداء والمصابين، ونحن في داخل مستشفى شهداء الأقصى، هو المستشفى الوحيد الموجود في المحافظة الوسطى، الآن ممتلئ عن بكرة أبيه بالمصابين والمرضى بسبب الإصابات التي تصل يوميا، وخاصة أن الآن معظم الإصابات يفوق القدرة السريرية بأربعة أضعاف القدرة السريرية، وذلك في إطار نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والأسرة. الآن في هذا المستشفى لا نستطيع الاستقبال أي مصاب إضافي للإصابات، لأنه كما ترى أخي الكريم معظم المصابين على الأرض في قسم الاستقبال، وهذا أول مرة يحصل في تاريخ البشرية بأن يتم تنويم المرضى في قسم الاستقبال وعدم وجود أماكن بسبب الهجمة الشرسة على المنظومة الصحية من قبل جيش الاحتلال، وخاصة أن معظم مستشفيات قطاع غزة خرجت عن الخدمة الصحية، ونحن الآن في مستشفى شهداء الأقصى، هذا المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمة لحوالي مليون نسمة، فلذلك المنظومة الصحية في داخل هذا المستشفى وضعها صعب جدا. كما تشاهدون حتى الأطباء والممرضين يحاولون تقديم الخدمة لهؤلاء الجرحى والمرضى على الأرض. هذا أحد المصابين بطبعا صواريخ الجيش الإسرائيلي، تعرض لقصف هو ومجموعة من المواطنين في وسط القطاع، والحالة يندى لها. وهناك تحذير من انهيار تام في خدمات هذا المستشفى ما لم يفتح معبري كرم أبو سالم وكذلك الأخص معبر رفح، من أجل خروج آلاف الجرحى الذين يحتاجون إلى جراحات متخصصة من أجل العلاج. من داخل مستشفى شهداء الأقصى، أحمد غانم، الميادين. رأى القيادي في حركة حماس محمود المرداوي أن الحرج الذي تتعرض له بعض الدول العربية مما يحصل في غزة لم يغير من أدائها. وفي مقابلة على الميادين شدد على أن أي مسار للمفاوضات يؤدي إلى تحقيق أهداف المقاومة سيسار فيه. موضوع المفاوضات إحنا نعتمد كأداء ووسيلة تحقيق أهدافنا، كلما كانت هذه المفاوضات لا تؤدي إلى ذلك فلا يمكن أن نسير فيها أو أن نعتمدها. فإن خرج بيان وصدر من أمريكا أو من الناطق باسم الجيش فلن يغير من الحقيقة والواقع شيء،
الأمر مرتبط في الموقف الإسرائيلي. إذا الموقف الإسرائيلي تراجع عن رفضه لوقف إطلاق نار دائم وانسحاب كامل فلن تتقدم قيد أنملت. في غضون ذلك يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة غدا الاثنين في جولة تشمل القاهرة وتل أبيب وعمان والدوحة ما بين 10 و12 من حزيران يونيو. الخارجية أضافت أن بلينكن سيبحث ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يضمن الإفراج عن جميع الأسرى، وسيؤكد أهمية قبول حركة حماس الاقتراح المطروح على الطاولة. الضفة الغربية حيث نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في مدينة الخليل وفي بلدة عرابة جنوب غرب جنين وسط تصد فلسطيني واسع. وإلى ذلك فجرت المقاومة الفلسطينية عبوة ناسفة بآلية للاحتلال وسط السوق التجاري في مخيم بلاطة شرق نابلس بعد اشتباكات عنيفة مع جنود الاحتلال في المنطقة. إلى جبهة الإسناد اللبنانية حيث أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ 11 عملية ضد مواقع الاحتلال وتجمعات جنوده عند الحدود مع فلسطين المحتلة. المقاومة أعلنت أيضا استهداف مبنى للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في مستوطنة مسكاف عام بالأسلحة المناسبة، كما استهدفت مقر قيادة كتيبة السهل في ثكنة بيت هلال براجمة من صواريخ فلق اثنين، وقصفت مستوطنة المالكية بالإضافة إلى استهداف مرابض المدفعية في منطقة سنئيم في الجولان السوري المحتل بمسيرات انقضاضية. وأعلنت المقاومة الإسلامية كذلك قصف تحركات قوات الاحتلال في مواقع الراهب والسماقة وثكنة زرعيت قبل أن تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال في مثلث الطيحات ومجموعة من الجنود مقابل بلدة رامية. جنوب لبنان ينضم إلينا مراسل ميادين علي مرتضى. صباح الخير علي، تطلعنا أكثر على تفاصيل ما يجري في جبهة الإسناد اللبنانية. صباح الخير فتون. في الأخبار الآنية حتى اللحظة ومنذ ليل أمس تقريبا هدأت الأمور على طول الجبهة لهدوء الحذر والذي يسيطر على طول الجبهة، إلا أن أحداث الأمس كانت متسارعة وعديدة. عاد الاحتلال الإسرائيلي إلى تكثيف اعتداءاته الجوية عبر المسيرات وعبر الطائرات الحربية، حيث نفذت الطائرات الحربية غارتين حربيتين استهدفتا بلدتي الخيام ومركبة. كذلك كان هناك غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة عيترون. في الحقيقة ما قصف في عيترون ومقهى شعبي أدى إلى استشهاد مدني في هذا القصف. وكذلك كان هناك غارة من مسيرة باتجاه بلدة زبقين، غارة بين مجد الزون وشحين، غارة في حولة، غارة في عيترون، وغارة مسيرة أيضا في الطيبة. تلاحظين بأن سلاح المسير بالأمس عاد وعمل بشكل مكثف باتجاه الأراضي اللبنانية. في المقابل كان هناك العديد من القذائف المدفعية التي استهدفت جبل بلاط، رامية، كفر حمام الظهيرة وأيضا أطراف كفر شوبة. في المقابل المقاومة نفذت 11 عملية كما ذكرت في الخبر، ولكن دعيني أقسم هذه العمليات إلى مجموعات. في البداية هناك المجموعة الأولى التي بدأت حتى قبل الاعتداءات الإسرائيلية والتي تسير بمسار دعم المقاومة الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني الصامت في غزة. وصل هذه العمليات التي هي فقط لدعم غزة ولم تكن ردا على اعتداءات إسرائيلية إلى ست عمليات. استهدف تجمع للجنود في مثلث الطيحات، خربة ماعر، أيضا المربض استهدف، سنئين في الجولان السوري المحتل. نقل العدو الإسرائيلي مربض الزعورة إلى ذاك المكان في محاولة للتمويه وأبعاد الضرب عن هذا المربض، لا سيما بأنه تعرض للعديد من الاستهدافات من لبنان، إلى أن حزب الله استهدف مكان تمركز الجنود بمسيرة انقضاضية. كذلك استكنت زرعيد تعرضت لقذائف مدفعية، موقع السماقة تعرض أيضا لقذائف مدفعية. وفي أواخر الليل كان هناك مجموعة من الجنود الإسرائيليين الذين كانوا يطلقون القذائف الفوسفورية هي القذائف الحارقة، كانوا يحاولون إحراق الأحراش في مقابل بلدة رامية، واستهدفهم حزب الله أثناء قيامهم بإطلاق القذائف الفوسفورية بالأسلحة الصاروخية ما أدى إلى تحقيق إصابات مباشرة. إذن هذه المجموعة ست عمليات عسكرية هي فقط لدعم غزة ولإسناد شعبها المقاوم. في المقابل رد حزب الله بردود مفصلة وشرح الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البلدات اللبنانية، وبلغ عدد العمليات التي تعد
في خانة الردود على الاعتداءات الإسرائيلية 5 عمليات عسكرية في البداية، وردا على استشهاد مواطن في عيترون استهدفت مستوطنة الملكية برجمة صواريخ كاتيوشا، ردا على غارة الخيام استهدف مبنى في كفاريوفال يستخدمه الجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة ما أدى إلى إصابة مباشرة، ردا على غارتي مركبة وعيترون استهدف مقر قيادة كتيبة السائل في سكنة بيت هلل برجمة صواريخ فلق 2. وهنا يجب التوقف على نوعية الأسلحة التي استخدمت، لأن فلق 2 يعتبر ذات قدرة تفجيرية كبيرة. بالمختصر بإمكاننا القول أن كل صاروخ فلق 2 يعادل 6 صواريخ كاتيوشا و6 صواريخ جراد. وبالفعل الصور التي جاءت من كريات شمونة ومن أصبع الجليل والتي صورها المستوطنون المتواجدون هناك أظهرت حجم الانفجار الذي سببته هذه الصواريخ في ذاك المكان. معلوماتنا بأن طبعا حزب الله قال بأنها راجمة صواريخ فلق، معلوماتنا بأنها ما تقارب 12 صاروخ انطلق باتجاه تلك المنطقة. كذلك وردا على استهداف عيترون وعلى استشهاد المدني اللبناني في عيترون، استهدف حزب الله مبنى تابع للاستخبارات العسكرية في مستعمرة مسكبعام بالأسلحة المناسبة. هذا المبنى فتون اشتعل، يعني كان واضحا الاشتعال الذي فيه. وحتى في البيان أكد حزب الله بأن المبنى أصيب إصابة مباشرة ودمر ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وسقوط من بداخله بين قتيل وجريح. وكذلك حزب الله وردا على غارة الخيام قام باستهداف مبنى يستخدمه العدو الإسرائيلي في المطلة. إذن تلاحظين بأن العمليات التي تدعم غزة وشعبها ومقاومتها الباسلة كانت تسير على قدم وساق دون أي تغيير إذا بدك بالبرنامج، برنامج العمليات والاستهدافات على طول الجبهة. في المقابل ومع هدوء شهدته الاعتداءات الإسرائيلية لمدة 2 يوم تقريبا بعد إطلاق صاروخ دفاع جوي باتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية، عادت الطائرات المسيرة للعمل بشكل مكثف وعادت الطائرات الحربية للقيام بتنفيذ غاراتها، ثم عاد حزب الله للرد بشكل ندي على هذه الغارات ما أدى إلى ارتفاع مستوى النيران. وهنا يعني في ختام هذه الرسالة أود أن أضع ملاحظة بأن تطور الأوضاع وارتفاع منسوب النيران هو في الحقيقة بيد العدو الإسرائيلي الذي كلما صعد اعتداءاته باتجاه لبنان كلما قام حزب الله بالرد بشكل ندي ومتناسب. وهذا طبعا ترجمة لما أعلنه الأمين العام لحزب الله سابقا في العديد من المواقف حينما قال بتوسع من وسع وعليه، فإن العدو الإسرائيلي هو الذي يتحكم بمقدار النيران التي تصيبه بحسب ما يقيم سلوكه العدائي تجاه لبنان. وبالتالي خلال اليومين الماضيين كان هناك هدوء في الاعتداءات الإسرائيلية باتجاه المناطق اللبنانية، قابله هدوء في العمليات النوعية والردود على هذه الاعتداءات فيما استمرت العمليات الداعمة لغزة على مسارها. وعندما عاد العدو الإسرائيلي إلى تصعيد بواسطة المسيرات وإلى قتل مدني وإلى استهداف هذا الاستهداف بعيترون وقتل المدني، أوضح حزب الله بأن هذا الأمر لا زال خطا أحمر. وبالتالي ارتفعت منسوب النيران وشاهدنا 5 عمليات عسكرية، منها احتراق لمبنى استخبارات عسكري، منها ضرب بصواريخ فلق 12 صاروخا دك سكنة بيت هلل، وغيرها من العمليات التي عددتها لكم خلال هذه الرسالة. وبالتالي بإمكاننا القول بأن حزب الله يحافظ على مسار دعم غزة بشكل مستقر دائما ما يقوم بهذه العمليات، ويرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين والمنازل والقرى الجنوبية الآمنة بشكل متوازن وبشكل ندي وأحيانا بشكل يفوق الضرر الذي سببه العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على الأراضي اللبنانية. شكرا لك علي مرتضى مراسل الميادين، كنت معنا مباشرة من جنوب لبنان. مواقف بارزة أطلقها رئيس شعبة الاستخبارات في الموساد سابقا حيام تومر، الذي حذر في مقابلة مع صحيفة إسرائيل هيوم من أن الدخول في معركة واسعة النطاق في لبنان في هذا الوقت سيشل إسرائيل لأسابيع بسبب قدرة الحزب على إطلاق آلاف الصواريخ على الأراضي المحتلة. حزب الله يمثل تهديداً لا تتخيله إسرائيل، والجيش الإسرائيلي لا يملك أي رد عليه أو على حركة حماس. الكلام لرئيس شعبة الاستخبارات في الموساد الإسرائيلي سابقاً حييم تومر في مواقف بارزة. حذر تومر في مقابلة مع صحيفة إسرائيل هيوم من امتلاك حزب الله صواريخ دقيقة يمكنها تفجير حقول الغاز الإسرائيلية في ثوانٍ، مشيرا إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي لم يعد حرا في العمل فوق لبنان بسبب نظام الكشف الذي يمتلكه حزب الله.
تومر رأى أن الدخول في معركة واسعة النطاق في لبنان بعد 8 أشهر من القتال في غزة سيزيد بشكل كبير من الخطر على قدرة إسرائيل على مواصلة عملها كدولة ذات اقتصاد ومجتمع وكلاعب دولي، وأنه على الجمهور الإسرائيلي أن يفهم أن الحرب الشاملة تشكل تهديدا للرؤية الصهيونية لإسرائيل بحسب تعبيره، وحذر من أن محاربة إسرائيل حزب الله على نطاق واسع يعني إطلاق آلاف الصواريخ على وسط الأراضي المحتلة، مما سيشلها بأكملها لعدة أسابيع بما في ذلك ميناء حيفا والمطارات العسكرية في الشمال. رئيس شعبة الاستخبارات السابق في الموساد حييم تومر قال أن لا سبب للاستخفاف بالقدرات التكتيكية والعسكرية لحزب الله، إذ لديه استخبارات تكتيكية أفضل بكثير من إسرائيل أو على الأقل ليس أقل شأنا من إسرائيل، وأن حزب الله يمكنه إطلاق 1500 صاروخ يوميا في الأيام الأولى من القتال، وبعد 10 أيام ستمس إسرائيل بالكاد ب10% من ترسانته. إسرائيل تتخبط بين خيارين مهمين ومصيريين بحسب تومر: الخيار الأول القبول بمخطط بايدن وتجميد القتال في غزة وبالتالي تجميد القتال على الجبهة الشمالية، أما الخيار الآخر فهو الدخول في حرب واسعة النطاق بجيش مرهق أصلاً، إذ ينظر اليوم بحسب تومر إلى إسرائيل على أنها ضعيفة، لم تنجح في 7 أكتوبر ولن تنجح اليوم. مجموعة معطيات مهمة نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية عن سير المعارك في الجبهة الشمالية مع حزب الله تربك الكيان، قوة استخبارية وتدمير واسع واستهدافات دقيقة وإخفاء وتضليل في المعلومات. محمد درويش. أهلا بكم. خائفا ومرتبكا يتخبط جيش الاحتلال الإسرائيلي على جبهتي الشمال والجنوب، وكما في الجنوب تزيد مسيرات المقاومة الإسلامية وصواريخها من سخونة المعركة في الشمال التي وصفها الإسرائيلي بالمعقدة. القوة الاستخبارية لحزب الله كانت محط اهتمام وسائل الإعلام الإسرائيلية التي أشارت إلى أن الحزب لديه معلومات استخبارية دقيقة ولا يحتاج إلى عملاء أجانب. الوسائل نفسها وصفت الوضع في الشمال راهنا بالعصر الحجري بسبب تدمير حزب الله اليومي البنية التحتية وأجهزة الإنذار، بما في ذلك القبب الحديدية التي دمرت 4 قبب منها وأصيبت 2. وعن وحدة التحكم الجوي نظام أورين ياروك الذي من المفترض أن يعطي إنذارا لعمليات الإطلاق، أكد الإعلام الإسرائيلي أنه منذ اللحظة التي أعلن فيها حزب الله استهدافه للنظام بدأت الاضطرابات في صافرات الإنذار في الشمال. وعن تدمير نظام أو منطاد تل شمايم الذي أعلن جيش الاحتلال أن أضرارا طفيفة قد لحقت به، أوضح الإعلام الإسرائيلي أنه بعكس معلومات الجيش فإن المنطاد قد اختفى تماما. أما بعد التدمير الذي لحق بجميع أنظمة الكاميرات الخاصة بأمن الحدود تقريبا، فيجري تركيب كاميرات بديلة منها على الرافعات والمنازل في قواعد مؤقتة هرب الجنود إليها من المستوطنات خوفا من أن يحفر حزب الله أنفاقا تحتها ويفجرها. الإعلام الإسرائيلي قال إن قيمة حياة المستوطنين لدى نتنياهو وأتباعه بخسة، وتضيف أنه رغم ذلك عليك أن تموت من أجل نتنياهو، فيما الأسوأ هو مطالبة الذين لم يخدموا في الجيش بغزو غزة ولبنان. إسرائيل تكذب على جمهورها تقول وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث تعمد قيادة الجبهة الداخلية إلى إخفاء كل شيء عن الجمهور بناء على أوامر من الحكومة الإسرائيلية، فيما جميع البيانات تستند إلى منشورات حزب الله ومنشورات أجنبية، أما الباقي فممنوع من النشر. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أن حريقا شب في سفينة بعد إصابتها بقذيفة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غربي مدينة عدن اليمنية. شركة أمبريا البريطانية للأمن البحري قالت إن سفينة نقل بضائع أخرى وترفع علم أنتيغو
وباربودا أصيبت بصاروخ جنوب شرقي عدن، وأشب على إثره حريق تمت السيطرة عليه، مضيفة أن صاروخا ثانيا سقط في البحر قرب السفينة من دون أن يصيبها. أمام البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية تظاهرة حاشدة مؤيدة لفلسطين ومنددة باستمرار العدوان على غزة تحت شعار الخط الأحمر، والمشاركون يطالبون بإنهاء كل أشكال الدعم الأمريكي لإسرائيل. محمد كريم. سلسلة بشرية تتشع باللون الأحمر تحاصر مجمع البيت الأبيض من جهاته الأربع، هي الرمزية التي كشفت عنها هذه التظاهرة الحاشدة لتأكيد أن الرئيس بايدن ومن خلفه الإعلام الغربي ضللا الرأي العام بالحديث عن خط أحمر لإسرائيل. عندما قال جو بايدن أن غزو إسرائيل لرفح سيكون خطا أحمر وسنوقف شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إذا تخطط، قام نتنياهو بغزو رفح وارتكاب مزيد من المجازر، وبايدن يستمر في إرسال القنابل الخارقة للتحصينات التي تستخدم ضد المدنيين. أحاول إيصال رسالة لبايدن أن غزة خط أحمر وأن الجرائم المرتكبة في حق المدنيين في قطاع غزة هو خط أحمر ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن في كل العالم. عشرات الآلاف من المحتجين الذين قدموا من مختلف الولايات الأمريكية ومن طلاب الجامعات نددوا بالإبادة الجماعية في غزة مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار. إن فلسطين الحرة ليست هدفنا النهائي بل هي مجرد خطوة أولى، وبعد ذلك يتعين علينا إنهاء الاستعمار في المنطقة بأكملها، خصوصا أن فلسطين ما زالت محتلة منذ 76 عاما، وفشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في الاندماج السلمي في المنطقة. إن شاء الله عن قريب رفح بتوقف الحرب فيها وغزة والاحتلال بيطلع، وإن شاء الله منرجع فلسطين كلها عن قريب إن شاء الله. إنهاء فوري للحصار المفروض على غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال، مطالب تصدرت الشعارات المرفوعة والهتافات التي شددت على أن ما تتفاخر به الولايات المتحدة بأنها ركيزة عالمية للديمقراطية ما هو إلا أكذوبة. ويتوعد من حضر إلى هنا بمحاسبة المتورطين بإراقة الدم الفلسطيني وعلى رأسهم الرئيس بايدن عبر صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل. محمد كريم، واشنطن، الميادين. وفي شيكاغو الأمريكية شارك ناشطون في تظاهرة وسط المدينة للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وطالب المتظاهرون أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالضغط لإيقاف المساعدات المالية والعسكرية عن كيان الاحتلال التي تستخدم في قتل الفلسطينيين. في باريس نهز عدد المشاركين في التظاهرات 50,000 فيما لوحوا بالأعلام الفلسطينية، ورفع بعضهم لافتات كتب عليها الحرية لفلسطين وشعارات تطالب بمقاطعة إسرائيل. وفي ألمانيا جال متظاهرون داعمون لغزة في شوارع مدينة بريمن حملوا فيها الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالإبادة الجماعية في غزة. أما في ماينز أيضا الألمانية حمل محتجون الأعلام الفلسطينية في تظاهرات جابت شوارع المدينة دعما لغزة وتنديدا بجرائم الإبادة الجماعية في القطاع. كذلك في جنيف خرج آلاف المتظاهرين للتنديد بالمجازر الإسرائيلية ولا سيما الأخيرة منها في رفح وفي مخيم النصيرات. المتظاهرون وجهوا انتقادات حادة إلى سويسرا التي لم تصوت بالإجابة على الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة قبل أسابيع. عند
لقد صرت اليوم فلسطينية حقا، وأعتقد أن كل من خلفي ومن يتظاهر حول العالم يشعر بأنه فلسطيني. لقد أرادوا دفن فلسطين، لكن أهلها ونحن أعدنا لها الحياة وهي أقوى بألف مرة. لم يعد الأمر يحتمل. على كل المواطنين في أوروبا وسويسرا النزول إلى الشوارع للتنديد بهذه الجرائم، لأن الاحتلال الصهيوني هو مشكلة أوروبية أيضا. نقول لحكوماتنا نحن لسنا موافقين على سياساتكم، وسويسرا تؤدي دورا كبيرا في تعميق غياب العدالة للشعب الفلسطيني. إنهم يستهدفون لبنان كما أخبرتني زميلاتي اللبنانيات، وأعتقد أن لبنان والدول الأخرى تستهدف لأنهم يقدمون المساعدة إلى الفلسطينيين. أنا لا أفهم كيف يعاملون الفلسطينيين بهذا الشكل، وهم الذين استقبلوهم قبل عشرات السنين. وشهدت العاصمة الدنماركية كوبنهاجن تظاهرة حاشدة رفع فيها المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ونددوا فيها بالمجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني. وفي مدينة أوبسالا السويدية تظاهر المئات في شوارع المدينة رافعين الأعلام الفلسطينية وأطلقوا شعارات داعمة لغزة ومنددة بالجرائم الإسرائيلية. شوارع العاصمة البريطانية لندن شهدت أيضا تظاهرة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة. تقرير موسى سرور. لا وقف لإطلاق النار يعني لا تصويت في الانتخابات البرلمانية، شعار اختاره المنظمون للتظاهرة 15 التضامنية مع فلسطين في رسالة منهم في موسم الحملات الانتخابية إلى الأحزاب السياسية، ولا سيما حزب العمال، مفادها ضرورة تبني خيار وقف الحرب على غزة قبل بدء التصويت. لن نصوت لأي مرشح أو حزب سياسي أعطى الضوء الأخضر لارتكاب الإبادة في غزة أو يحاول التطبيع مع نظام الفصل العنصري في إسرائيل. سنصوت لكل من يحترم ويريد الالتزام بقواعد القانون الدولي. أنا من الناجين من الهولوكوست في هنغاريا، ومشاركتي في هذه التظاهرة تهدف إلى إثبات أن ليس كل اليهود يؤيدون إسرائيل، وأن هذه التظاهرات ليست كارهة لليهود، إنما هي أمان لهم. المتظاهرون انتقدوا موقف حزب العمال الأخير الذي تعهد في الوثيقة السياسية الانتخابية بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل انتهاء عملية السلام ومن دون عرقلة من الدول الإقليمية، مطالبين زعيم الحزب كير ستارمر بالاعتراف بشكل فوري بالدولة الفلسطينية عند وصوله إلى السلطة. لا نريد اعترافا مشروطا بالدولة الفلسطينية، بل لابد أن يكون فوريا وغير مشروط. هذا ما فعله معظم الدول ولا سيما إسبانيا والنرويج وإيرلندا، وليس هناك أي سبب يمنع بريطانيا من فعل الأمر نفسه. المتظاهرون اتهموا حكومتهم بالتواطؤ في قتل الفلسطينيين، مطالبين بحظر صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وإيصال المساعدات إلى غزة وتقديم الدعم المالي إلى منظمة الأونروا. ما زال الزخم مستمرا في دعم فلسطين منذ طوفان الأقصى، خصوصا من الشباب البريطاني، الذي تشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن أكثر من 50% منهم لا يؤمنون بشرعية الكيان الإسرائيلي. مسسر لندن، الميادين. باريس وبرلين في مواجهة تهديدات جدية باختراق اليمين المتشدد والقومي للبناء الأوروبي في الانتخابات البرلمانية الحالية. البلدان أمام امتحان الاحتفاظ بأوروبا أو انزلاقها إلى التفكك. لسان حالهما التمسك بقيادة أوروبا وقوتها ودورها، والتخويف من نفق مظلم في حال نجاح المتشددين القوميين بالإمساك بالبرلمان الأوروبي.
لطالما وصفت فرنسا وألمانيا بالثنائي الذي يعول على عمق علاقته في رعاية العائلة الأوروبية وحفظها، دولتان كبيرتان بثقل سياسي واقتصادي وعسكري، مرتا بتجارب ناجحة في تحويل الاتحاد الأوروبي إلى تكتل وازن، وفشلتا مرات كثيرة في إخراجه من عباءة الحليف الأمريكي المزعوم، وتعثرتا بالأزمات ولا سيما بعد تفجير حرب أوكرانيا التي هزت غرب أوروبا وشرقها لتطيح رخاء مجتمعهما ورفاهيتهما. تتمتع برلين وباريس بثقل مؤثر في الاتحاد الأوروبي، تريانه بيتهما وحارسهما إذا ما طرحت المعادلات الدولية مع أمريكا والصين وروسيا، لذلك تدافع الدولتان عن بقاء الاتحاد ومستقبله. انتخابات البرلمان الأوروبي الحالية ستكون مؤشراً إلى ما سيؤول إليه نفوذ باريس وبرلين الأوروبي إذا ما نظر جدياً إلى تهديد أقصى اليمين وتزايد فرص انتزاعه مساحات برلمانية من يد الأحزاب الحاكمة. في فرنسا كما في ألمانيا تقول تقارير المختصين بشؤون الأحزاب واليمين القومي إن هذه القوى صارت قاب قوسين أو أدنى من قلب الطاولة. قاعدتهم الشعبية تضخمت على حساب تآكل الأحزاب الحاكمة وحققت نجاحات في البرلمانات الوطنية وباتت رقماً صعباً في المعادلات الداخلية. الرئيسان ماكرون وشولتز وصفت حملتهما للانتخابات الأوروبية بالضعيفة وتحول دون القناعة بها مخاطر التورط في حرب مع روسيا ونفق من التضخم ومشكلات تبدأ من البيئة لتصل إلى الزراعة والاستثمارات والبطالة. رئيسان ليس لديهما على ما يبدو سوى جرس التخويف من ظلام أوروبي في حال صبت الأصوات في صندوق التشدد وتراجع حلم أوروبا القوية. هذه النشرة انتهت. لتفاصيل أوفى حول أخبار العالم يمكنكم دائما متابعة صفحات الميادين على الإنترنت باللغات العربية، الإنجليزية والإسبانية. دمتم سالمين.